إلى رسالة إلى مدير كهرباء ديقار. عندك كهرباء قلع السكر، عندنا ناس مرتزقة، وحسن تركي يقول والله عنده أمر بس أقطع التيولة ما أنطيكم كهرباء. يا مدير كهرباء ديقار، هاي منطقة الشهداء، 5 سبايكر والباقي شهداء العراق، عيب عليكم. هاي أولاد العراق، هاي منطقة الشهداء، وهذا عندك حسن تركي يقول عنده أمر بس أقطع الوايرات ما أعطيكم كهرباء، وعلى وزير الكهرباء خلي يعدل عدل. هاي كهرباء قلع السكر، ليش قضاء قلع السكر قائم مقامي يقول طلعوا صلحوها والكهرباء ما يطلعون؟ والله العظيم قائم مقام الساعد ويانا وجاي يطينا الأمر، وجاي ذولا يجاوزون علينا كهرباء قلع السكر. يا مدير كهرباء ديقار احترم نفسك احسن لك. وحسن تركي هذا مو عراقي زين، خاف عباله عنده بمجلس النواب، لا ما يخوف بمجلس النواب. انا باكر رايح المظاهره للسوداء عليهم وعلى اهلهم اللي باعوا ديقار. هاي شهداء ديقار لو بيهم خير خلي يردون الدواعش يا زبايل يا حراميه. والله العظيم اسويها ثوره الحسين عليكم يا حراميه يا زبايل. يلا طيها نشوف بس سيفيت ما كان ثوره ثوره. هاي 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 ابن ابي قار، هاي هاي منطقه الشهداء مو منطقه الحراميه. دول الحراميه خلي يشوفون نفسهم اللي طببوا الدواعش. الديقار هاي ديقار الراحله 200 شهيد، خلي يحترمون نفسهم يدبون احسنهم. حراميه ولك هذا العراق؟ هذا بلد الخيرات يا حراميه يا وزير الكهرباء؟